مستمتع بيها. يعني لو النهارده كل جمهور النادي الاهلي عايز يطمن على مستقبل الاهلي خلال السنوات القادمه يجيب الفيديو ده لمدته 4 دقائق ويتفرج على براعم النادي الاهلي. ما شاء الله مستوى رائع ومهارات عاليه جدا سواء من 2011 2010 2009 2008 وكمان 2007. صراحه بشكر يعني زميلنا احمد
رشاد اللي اعد التقرير ده، وبنتمنى له كمان السلامه، هيعمل عمليه بكره، بنقول له الف سلامه وترجع لنا ان شاء الله بالسلامه.